بسم الله الرحمن الرحيم. أهداف المحاضرة: هنقوم بإعداد شبكة محلية بسيطة، ومن ثم هنقوم بإعداد بروتوكول الأساس اتش للوصول عن بعد لأجهزة الشبكة. طبعا عندي برنامج الباكت تريسر، ندخل سويتش 3560 مالتي لير سويتش، كمان سويتش 2950، وبدخل كمبيوتر عشان اعمل شبكة بين الاجهزة. بختار الكونكشن ستريت ثرو، هيكون كيبل بيربط الكمبيوتر مع المالتي لير سويتش من خلال الفاصل ايثرنت 0x1. هستخدم كيبل كروس اوفر عشان اربط المالتي لير سويتش مع اللير 2 سويتش فاست ايثرنت 0x1. نبدا نعنون المالتي لير بالكوماند لاين انيبل، بروح لصيغه الامتيازات كونفيج تي، بدي اغير اسم السويتش هوست نيم SW1، بدي اعطي اي بي للفي لان 1، اي بي انت انت في لان 1، بعطيه اي بي ادرس 192.168.1.1 من ماسك 255.255.255.0، ونو شط عشان افتح البورت. اكزيت، بنشئ دومين نيم اي بي دومين نيم وليكن cisco.com. بعد هيك بنشئ كريبتو كي جنريت RSA، جنريت خطأ فيها مشكلة، جنريت RSA، بدخل قيمة 1024 بت، بفعل ال SSH version 2 IPSSH version 2، تمام. هي قال لي enable. بعد هيك بدي انشئ user نيم وليكن احمد سيكريت سيسكو او سيكريت 123 اي اي بي. انتر يوزر، سيكريت 192.168.1.2.3 اي اي بي 456، انتر. بعد كده بنفعل الفي لاين لاين في تي بي، لاين في تي واي من 0 to 15، لوجن لوكال، اكزيت، انيبل سيكريت نت 1، انتر، انت. وهذه كل الاعدادات اللي بسويها على السويتش المالتي لير. بعد هيك بدي عنوان كمبيوتر 192.168.1.1 سوري 1.2، والجيت واي 192.168.1.1 عنوان السويتش. نبرمج السويتش الثاني enable config t
host name sw2 نعطي اي بي للفيلان انت فيلان 1 اي بي ادرس 192.168.1.3 255 255 255.0 في عندي هان 192.168 انتر نو شوت تمام انت بعمل بينج لسويتش 1 192.168.1.1 افحص الاتصال في بينهم اتصال يعني انا بعد ما فعلت الاس اس اتش ممكن اصل للسويتش اس اس اتش داش ال اسم المستخدم احمد 192.168.1.1 الباسورد 123 طيب نت 1236 سوري 123456 تمام انيبل طبعا الباسورد اللي على البريفليج حيكون نت 1 تمام شو اي بي انت بريف هاي انا على سويتش 1 وهي الاي بي تبعه اذا انا بقدر اتحكم فيه عن بعد اكزت هي رجعت للسويتش الان انا وصلت للسويتش الملتي لير من خلال السويتش هذا بدي اصله من خلال الكمبيوتر نفس الشيء اس اس اتش داش ال المستخدم احمد اللي انشاناه 192.168.1.1 عنوان السويتش اللي بدي اصله عن بعد الباسورد 123456 انتر 123456 دخلته غلط طيب طبعا النت 1 مرة ثانية اس اس اتش داش 1 احمد الباسورد 123456 123456 غريب نت 1 مش راضي يفوتنا الباسورد كان 123456 لوجن انفاليد تمام اذا مره ثانيه الخطا كان في احمد اسم المستخدم لازم يكون صحيح انتر 123456 تمام انيبل الباسورد نت 1 بأكد انا وصلت للسويتش شو اي بي انت بريف تمام بأكد وصلنا للسويتش طبعا هنا في الاعدادات لازم اكون كاتب الاسم صح زي ما انا عملته هنا هي لازم يكون بنفس الان بدي احفظ الاعدادات على السويتش في عندي امر كوبي ران تيب كوبي رانينج كونفيج تو ستارت تيب هذا الامر بيحفظ لي محتوى الرام للان في رام انتر كمان مره انتر هيك حفظت اعدادات الملتي لير سويتش بروح للسويتش الثاني هنا وبعمل كوبي رانينج تو ستارت يعني محتوى الرام للان في رام انتر اوكي فلو عملت شو ستارت طب كونفيج هلاحظ انه كل الاعدادات الموجوده على الرام تم حفظها بهيك بنكون انهينا اهداف المحاضره
عملنا شبكة بسيطة، بعد هيك فعلنا بروتوكول الاسس للوصول عن بعد.